وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز من قدرات الدولة على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الجهات الفاعلة في المجتمع، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التحالف الوطني ووزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الخاصة بمبادرة التحالف الوطني. قوة التحالف الوطني ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة وعمل وزارة الشباب والرياضة الخاص بالشباب والمؤسسات المختلفة، سيما مراكز شباب مصر اللي موجودة في كل مكان، نقدر نخدم أكتر أهالينا ومجتمعنا للبرامج والأنشطة اللي بتقدم للأسرة المصرية. توقيع النهاردة هيخلي يبقى عندنا مبادرات أكتر لتنمية الشباب دول وتنمية المتطوعين وتمكينهم اقتصاديا وتدريبهم واكتشاف كمان مواهبهم ومهاراتهم، لأن الحقيقة قطاع المتطوعين ده قطاع يعني غني جدا بالمواهب وغني بالقدرات. تم توقيع البروتوكول بغرض تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها، وحرصا على تقوية روابط التعاون ووضعها في إطار الشكل الرسمي من خلال بروتوكول لوضع آلية عمل مشتركة تضمن تفعيل التعاون واستدامته. بموجب هذا البروتوكول هيبقى في تعاون في استغلال أو استثمار المدن الشبابية بشكل كبير جدا، استثمار مراكز الشباب، هيبقى في تعاون على الارض في كل الفعاليات اللي بتعملها. احنا بنبدا مع وزاره الشباب والرياضه مع التحالف الوطني ان احنا نبدا نعمل مشروعات خاصه بالشباب وتفعيل دور الشباب في المشاركه المجتمعيه بشكل ايجابي وبشكل رسمي. كجمعيات بنحتاج دايما ان احنا نعمل فعاليات كتير جدا في المحافظات، سواء كانت فعاليات مساعدات او قوافل طبيه. النهارده بنوقع بروتوكول علشان نقدر نستغل مقرات ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية في تغطية هذه الفعاليات. التعاون يكمن في وضع استراتيجية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء التحالف الوطني ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم والتمكين بكل صوره وتحسين جودة حياة المواطن المصري.